طيب من ضمن كمان الامور الهامه جدا ومن خلال الحسابات المختلفه على السوشيال ميديا، سوبر كوره بيقولوا على حسابهم على الفيسبوك ان مؤمن زكريا سفيرا لدوري ابطال افريقيا، وده بعد القرار اللي تم اتخاذه من قبل طبعا الاتحاد الافريقي لكره القدم، وطبعا هو المنظم المنوط ببطوله دوري ابطال افريقيا، ودور انساني مهم جدا للاتحاد من خلال ان هم يعني بالنسبه لهم بقى مؤمن زكريا سفير للبطوله، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيكون متواجد مؤمن زكريا في المباراه النهائيه، هينزل ارض الملعب الاول يباصي الكوره او يسنتر مثلا بلغه الكوره زي ما حضراتكم عارفين، بعد كده يطلع يتابع المباراه النهائيه من المدرجات. نتمنى المباراه النهائيه دي تكون مصريه خالصه، الاهم بالنسبه لنا الاهلي يوصل، نتمنى كمان الزمالك يكون موجود والاهلي يكسب بقى في النهائي ويفوز بالبطوله، لكن لفته معنويه وانسانيه مهمه جدا من قبل الاتحاد الافريقي مع نجم كبير جدا زي نجمنا المصري مؤمن زكريا.